حصيلة تفعيل برنامج المخطط الاستعجالي للنواب المحترمين دريس سنتيسي، فاطنة الكحيال، محمد صمصم، الجيد القارح، توريا الشرقي، أحمد خريقش، حليمة عسالي، زهرة الشقاف، أمينة الإسماعيلي الإدريسي، حسن الودي، المصطفى المخنطر، عبد الرزاق فضلي، والرشيد بن دريوش من الفريق الحركي. شكرا السيد الرئيس. بعد مرور حوالي سنة على البرنامج الاستعجالي اللي وضعته الوزارة قصد هي المؤسسة التعليم العمومي، نتساءل أين وصلت ولا الوزارة بالنسبة هي الفضاءات المدرسية، أين وصلت الوزارة بالنسبة للبرامج والمناهج، وكذلك أين وصلت الوزارة في تأهيل العنصر البشري. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس، شكرا للسيد نائب المحترم. بطبيعة الحال كما تعلمون جميعا البرنامج الاستعجالي الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة يوم 11 شتنبر 2008، بدأنا في إنجازه بطبيعة الحال في إطار ما أتت به ميزانية 2009، لأن البرامج الإضافية والطموحة تم تمويلها في هذا الإطار. وخلال هذه الأشهر التي مرت من سنة 2009 عرفت الوزارة تعبئة شاملة من أجل الإعداد والشروع في إنجاز كل ما نص عليه البرنامج الاستعجالي، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية في مجال البناءات أو في تأهيل المؤسسات التعليمية، أشرت إلى ذلك في جواب عن سؤال سابق، أو فيما يتعلق كذلك بتأهيل الموارد البشرية، حيث أن برامج التكوين المستمر عرفت تطورا كبيرا خلال هذه السنة. بطبيعة الحال الآن البرنامج الاستعجالي جاء بموارد إضافية، وجاء كذلك بمقاربة مغايرة للاشتغال داخل المنظومة التعليمية. هذه المقاربة المبنية على مقاربة المشروع، أي تحميل المسؤولية على كل أصعدة مركزيا جهويا وإقليميا وبلوغا إلى المؤسسة التعليمية. كل ذلك يتطلب وضع آليات للاشتغال جديدة، كل ذلك اشتغلنا عليه، ويعني الآن هو متوفر على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى صعيد النيابات، كما أننا خلال هذه الأسابيع يعني منذ بداية شهر يونيو وإلى ما تم هذا الشهر قمنا بعملية واسعة النطاق في اتجاه المؤسسات التعليمية، وذلك بتمكينها من إحداث جمعيات لدعم مدرسة النجاح. هذه الجمعيات التي سوف يتم إحداثها على صعيد كل مؤسسات تعليمية لتشكل إطارا للاشتغال، يعني للاشتغال وللتعاون داخل المؤسسة التعليمية بين داخل الفريق التربوي وكذلك مع شركاء المؤسسة التعليمية، من أجل وضع خطة للارتقاء بأداء هذه المؤسسة التعليمية. يعني سوف يتم تحميل المسؤولية لكل الفاعلين سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا. إذن كل الأوراش مفتوحة الآن. هناك كذلك ورش بيداغوجي هام يتوجه إلى التعليم الابتدائي، لا شك أنكم سمعتم كذلك الحديث عنه، وهو يرمي إلى الارتقاء بالتعليم الابتدائي الذي يشكل أساس المنظومة التعليمية ولكن عرف نوعا من التدهور خلال السنوات الأخيرة. كذلك هناك فرق تشتغل على هذه المشاريع كلها. الحمد لله كل الأوراش مفتوحة، خصكم غير تعاونونا شي شويه وان شاء الله ابتداء من السنه المقبله غادي تبان النتائج. شكرا السيده الوزيره. السيد النائب. شكرا. طبعا خص الجميع يعاون ويشارك في اطار هذه الجمعيات، مؤسسات واشخاص. غير المقاربه اللي جبتوا هي جيده في حد ذاتها، ما كاين مشكل، ولكن كاين حاله استعجال قصوى السيده الوزيره. راه الحاله احنا سبقنا، وهذه 10 سنين طلبنا باش كاع نوقفوا البرنامج نتاع بناء المؤسسات الجديده، ولكن نخصوا الاعتمادات كلها اولا لصيانه المؤسسات اللي موجوده، بحيث هذه المؤسسات هي في حاله جد متدهوره، يعني ان راه يستحيل العمل في الاطار ديالها.
طبعا قلت قبل قليل بان هذا الموضوع يقتضي منا جميع باش نبعدوا على كل المزايدات ونحييوا نساء ورجال التعليم اللي تيقوموا بالواجب حتى في هذا المؤسسات اللي لا ترقى للمستوى اللي تنتظروا كل المواطنين عليهم حيث البنايه وحاشاكم حتى المراحيض وكاين اللي ما فيهمش الماء الى اخره. يعني ان هذا البرنامج الاستعجالي مفيد جدا، فالمرجو يعني التسريع بانجاز ما جاء به البرنامج على مستوى البنايات ولكن كذلك على مستوى تحسين الوضعيه نتاع النساء ورجال التعليم، لان راه دون تحسين هذا الوضعيه دون في غياب هذا التكوين المستمر راه يصعب باش نمشيو بعيد. قلت بعيدين على كل مزايده لان كاين اللي تيستعمل هذا الموضوع كمطيه للربح السياسي. نحن ما نترجاه هو أن تقوم الحكومة إذن بتطبيق ما جاءت به في البرنامج وأن يتم التنفيذ في القريب العاجل بحيث التحفيزات مثلا لا تتطلب يعني مجهود كبير بقدر ما تتطلب قرار سياسي وميزانية راها موجودة مثلا والدخول المدرسي غادي يكون مفيد. بالنسبة لهذا الجمعيات كاين جماعات مدينة سلا على سبيل المثال للحصر وضعنا واحد اتفاقية شراكة وعطينا 900 مليون فيها 3 مليون درهم كل سنة، ويمكن يكون نفس التعاون على مستوى مدن أخرى والأكاديمية هي اللي تختار المؤسسة اللي بغات وهي اللي تمشي تصلح اللي بغات باش هذا الموضوع ما يركب عليه حتى واحد سياسيين. الشركات يجب وضع قانون اللي تيمكن هاد الشركات باش المبالغ اللي يدفعوها في الاصلاح تخصم من الجزء نتاع الضرائب في واحد الحدود نسبه معينه، ولا شك ان المقاوله المواطنه غتنخرط لمسائل موجودين وراه هكذا تغلبوا واحد العدد دول ماشي في المغرب. شكرا على هذا النائب المحترم. شكرا. نشكر السيده الوزيره على مساهمتكم في هذه الجلسه وننتقل إلى قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة. السيد الوزير انتم راه تنوبوا عليه. سؤال حول تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب للنواب المحترمين فاطمة الكحيال، عبد الرزاق فضلي، مصطفى المخنطر، محمد الكرافسي ورشيد بن دريوش من الفريق الحركي. لظرف قاهر تعدى على السيدة النائبة الحضور، فالمرجو تحويل هذا السؤال من شفوي إلى كتابي. شكرا لكم. شكرا للسيد النائب المحترم.